اليوم النصر والله يسوى في الشباب مباراة لا تنسى. تخيل انت تكون فايز يا اخي والفوز في جيبك والنصر يقلبها باربعة، والله فريق. دور خط الوسط في الواجبات الدفاعية، حمد الله لا يفقد الكرة، بيتروس إلى مختار، يختار نور الدين في الجهة اليمنى، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا الحل الفردي، هنا الكرات العرضية الرأسية يا رب. الشمس نور ولو قربت تحرق الأرض، يا عرضية يا عرضية. تزداد بعض الالتحامات تقلل من رتم أيضا هذه المباراة السريعة اللي كانت في الشوط الأول. سيبا استلم، سيبا سلم، حتى الزوري ممكن العرضية، الله على العرضية، الكرة مرت وصلت إلى أسبيريا يا رب. ألم أقول لكم هذه الوانتو، يا سلام على عرضية الزوري عدت إلا من أسبيريا بالشمال استلم. أربعة مباراة الستة واحد، جودينا ترام هدفين، ناجي مجرشي في تلك المباراة، لاندومار ومانجا أهداف الستة اللي سجلها الشباب. عدى ديوب، تقدم ماكيتي بيلعب لكرة في مكان إلى أسبيريا، هنا الاستلام، هنا العرضية، هنا الشباب، هنا الشباب، هنا الشباب. طريق جوانكا، شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الكرة من ماكيتي ديوب، هذه اللحظة، هذه الكرة من أسبيريا، وهذه العرضية، وهذه طفها، خطفها أحمد موسى، راحت للنصر، عادت للنصر، صارت للنصر، مرت للنصر. جوليانو من أجل هذا النصر، من أجل هذا النصر، لا يمكن لهم أن يتوقفوا. يغيب اليوم حمد الله من جديد، لسه نقول عادت للنصر، صارت للنصر. جوليانو في اللقطة الماضية، المتابعة من مين؟ من مين؟ من مين؟ من اللي سجل؟ من اللي سجل؟ من اللي سجل؟ بيتروس، المتابعة رابط، يريدونه أن يربطهم بالهجوم. سقوط الآن، ركلة جزاء، حمد الله، حمد الله، حمد الله، حمد الله يا رب. الأبطال وحدهم يكتبون النهايات على الدوري مرابط، فعلها حمد الله، ومن لها غيرك يا مهاجم النصر لتعرف الفارق، لتعرف الفارق. لكن انظر إلى من يصنع الفارق، إلى من يصنع الفارق، إنه نور الدين. عرضية مستحيلة يا نصر، مستحيلة يا عالمي، يا فيتوريا، إنهم طلب منهم الهجوم، لا تتوقفون حتى وإن تقدمتم بالنتيجة، لا